السلام عليكم، كيدايرين الاخوان؟ بخير مزيان يعني. المهم سمحوا لي البارح ما ساليتش يعني باش نكمل لكم الاخوان هذاك اللايف باش نكملوا معكم، يعني كانوا شي ظروف يعني عائليه وكانوا الضياف فوق يعني راكم عارفين. المهم نكملوا مره اخرى ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للموضوع اليوم الاخوان، يعني بغيت نخبر الناس اللي كدير الجمله كتاخد كونتيتي. ممكن واحد الاخ حاليا في امريكان تواصل معايا، هو عنده يعني شي سلعه يعني باغي يبيعها وباغي يدخل يعني الكونتيتي. المهم قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع، بغيت نقول لكم الاخوه اللي عنده شي حاجه وباغي يبيعها، يعني يكون هذاك الشيء موثوق منه، مرحبا ماشي مشكل، ايه عرضها علينا ولا هكا راه نساعدو ونشرو له في القناة. مرحبا بكل فرح، ماشي مشكلة يا اخوانا، كنتعاونو بعضياتنا وكنفيدو بعضياتنا، هذا هو اللي كاين. المهم راه بداو كيتواصلو معايا الاخوان، هذا واحد من الاخوان اللي كيتواصل معايا وعندو يعني عندو يعني تنهضر لكم على الجملة الكونتيتي، الناس اللي كدير الكونتيتي اللي باغا يعني تبيع وتشري بالكونتيتي. المهم كاين هاد حزام ديال السلامة، يعني فيه الكونتيتي كتيرة. المهم اللي خصو شي حاجة مرحبا، الأثمنة من بعد الإخوان، وهاديك الساعة ندخلو في التفاصيل. هذا كاين القطن هذا اللي كيعمرو بيه راكم عارفين المخاد وهكا يعني والمسايب، هادي هي فيها كونتيتي كتيرة. المهم هاد السيد هدا كيتعامل بالكونتيتي الاخوان، هاهي قطن المهم هدا تاهو فحال شكل ديال لاواط. المهم الناس الحريفية راه يعرفو هاد المجال، هدا هو هاد الخيط هدا فحال شكل ديال لاواط. كاين هدا هو لاواط راه معروف الاخوان، يعني اللي خصو شي حاجة في هاد الشي هذا مرحبا. المهم هادو تواب، جميع أنواع التواب يعني كاينين تاهوما، الناس اللي كتخدم التوب. المهم أتمينة راه جد مناسبة الإخوان، والكاليتي المهم سلعة ديال الميريكان هادي. كاين هادو بيشان الإخوان، بالنسبة للباش ديال يعني اللي كيتخدمو بيه يعني الواجهات ديال مثلا محلات قهاوي، الباش يكون امبرميابل هامو. المهم اللي كيخدم بهاد السلعه مرحبا، راه كاين السيد. المهم اللي بغى شي حاجه راه حنا نوصلوه. المهم ها هي هذا هو الباش، هذا تا هو باش هاهو. هما الصور راه بزاف الاخوان. المهم هادو تواب ديال الصالونات ديال السيارات اللي كيتخدموا بهم الصالونات، فحال هاد الشكل هذا الاخوان. كاين هذاك النوع ديال الزفت يعني اللي كيديروا في السطوحه على الميديتي، تا هو كيخدم به. المهم هذا تا هو توب يعني في شكل لاواط. هادو طابيات الاخوان اللي كيديروا للسيارات، طابيات تا هما كيجيب فيهم الرولوات يعني كونتيتي. المهم هادشي كامل الاخوان كنهضر معاكم على الكونتيتي. فحال كنت درت مؤخرا واحد لونسيت واحد الفيديو على الليبة، كنقول لكم الاخوان بان السيد كيبيع فيها 7 طن. المهم راه تواصل معاه واحد السيد باقي ما عرفتش انا فين وصلوا بالضبط. المهم كيتواصلوا معايا الاخوان كيقول لي باغي بالا باغي جوج. ملي كنهضر معاكم الاخوان على الكونتيتي، يعني راه الناس هذا السيد بالضبط كيبيع ويشري في الكونتيتي، يعني ما تيقول لكم ما باغيش نشري نبيع ونشري انا في بالا في جوج، فهمتوني الاخوان؟
يعني اللي بغى الكونتيتي، يعني بغى كونتير طون، 2 طون، 3 طون، يعني الجملة، شي حاجة ديال الجملة، شي حاجة كثيرة، باش ما يتواصلوش الاخوان. بقى يقول لك باغي شي مثلا شي حاجة قليلة ولا هكا، يعني راكم عارفين الاخوان شي حاجة كثيرة. مرحبا، هو هذا الطاب ديال السيارات. هذا ديال تاهو توب امبرميابل، وكاين هذاك الشكل ديال الجلد تاهو راه كيخدم بيه. المهم هادو تاهو راه تواب. المهم تشوف كتير الاخوان، هو ده النوع ديال الزفت اللي قلت لكم الاخوان. المهم هاد الشركة كامل كيدخلو هاد السيدة، هادا راه تواصل معايا. التوب الاخوان يعني الاشكال وانواع، جميع انواع التوب كيدخلو هاد السيدة هادا. واحد سبات، هو سبات دابا راه ما كاينش الاخوان. هذا كان فيه واحد كونتيتي قليله ولكن داس. المهم كاين هذا، هذا باش اللي قلت لكم الاخوان ديال الواجهات، او فيه يعني جميع اشكال وانواع. هادو ديال الطابيات هما اشكال وانواع، الناس اللي كتخدم كونتيتي. هذا التوب، هذا الباش. المهم هذا تا هو توب ديال المنطات. ديال الناموسيات اللي كيغلفو بيه الناموسية، هذاك هادو تا هما توب الاخوان. هذا القطن، هذا القطن. المهم هذا ديال الأرضيات الإخوان، وديال يعني ديال الحيوط ديال الجدران، يعني تيكون في الأرضيات وفي الجدران. هذا المهم هذا الشكل اللي كيديرو دابا ديال الأرضيات، تا هو كيديرو هاد السيد هذا. هذا تشوف ديال الناموسيات، هذا تشوف راه معروف. المهم هاد التواب ديال ليكرا، كيتسماو ليكرا، الناس الحريفية راه عارفين هاد التواب هادو، كيتخدمو بيهم، يعني هادشي ديال النساء، بيجامات، سراول، يعني تريكوات. المهم الناس اللي حريفية راهم عارفين هاد الدومين هادا، الناس اللي صحاب الوزينات وهكا مبغا شي كونتيتي. المهم هذا واحد التوب تا هو مو برا، هذا يمكن مو برا. المهم الاخوان انتم كتشاهدوا هادشي كامل، كيجيبوا هاد السيد هذا، واللي بغى شي حاجه او بغى شي حاجه بالمعقول وهكا مرحبا، يعني بغى فيها الكونتيتي مرحبا. يعني هذا هو ديال هذاك حزام السلامه ديال السيارات. المهم اخوان اللي بغا شي حاجه مرحبا، واللي عنده شي حاجه وبغى يعرضها مرحبا، اللي يصيفط ليا غير صور او فيديوهات حيت هادشي هذا دابا راكم عارفين تيتواصل معايا غير بالصور دابا، ولكن كاينه السلعه، كاينه يعني السلعه باش تعرفوا شنو كاين. يعني هاد السلعه كياخدها السيد دابا، كاينه في الوزينات عليها، يعني كياخد صور، وملي كد يعني كيدير شي واحد دوموند يعني هو كيجيب له، يعني راه كاينه في الوزينات، ولكن كيجيب هو بالدوموند، يعني كيجيب خصو يجي يلقى الشاري، ما تيبغيش يجي بنادم يبقى واحد في السلعه، فهمتو؟ يعني يجي يلقى الشاري قدامو، يعني ديجا مفاهم معاه التمام، مفاهم معاه على كل شيء، وديك الساعه كيجي كيحط له سلعته كيدي رزقو. صافي، السلام عليكم، ونتمنوا خير للجميع الاخوان.
مهم اي واحد عنده شي مسألة في هاد الامور وبغى يبيعها مرحبا، وبغى يطرحها مرحبا. المهم كنتعاونوا بعضياتنا. بالنسبة للاخوة اللي باغين يتقداو الصبر ديال على الصبر ديال الاخوة، راه ما كاينش ديال البال، حيت كيتواصل معايا واحد العدد كتير ديال الاخوان كيقول لك بغينا الصبر ديال البال، راه ما كاينش الاخوان طالع بواحد الثمن مرتفع. دابا انا ما كنخدمش بيها صراحة، حيت ما تسلكنيش، حيت ولات مدير واحد الثمن اللي مرتفع بزاف. المهم كنتمنى ولا كان شي واحد عنده شي سلعة ديال الصبر ديالو باغي يبيعها، راه كاين الشاري، تواصل معايا نلاقيه بالناس مرحبا. المهم كنحاول نتذكر، كاين بزاف الامور. المهم والله ما والله ما عقلت شنو بغيت نقول. المهم اللي خاصو شي حاجة الاخوان في هاد الامور مرحبا. المهم السلام عليكم، فيديو قادم ان شاء الله. دابا الافكار كيتبعت روحي، ما كنقيدش هادشي وهكا، ما كنسجلوش في شي ورقه ولا هكا باش تكونوا افكار سبحان الله، ولكن من بعد. المهم ماشي مشكل دابا هادشي. المهم اللي خاصو شي حاجه مرحبا، اللي باغي يبيع شي حاجه مرحبا. اللهم يسر، ونتمنوا خير الجميع، والسلام عليكم الاخوان. ما تنساوناش بشي لايك زوين وبشي كومونتير تا هو زوين، باش نزيدو نتشجعو وتزيد القناة القدام ان شاء الله، ونستافدو كاملين. والسلام عليكم.